اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيوفي في هذه الفقره، فقره دائمه الحقيقه بنكون فيها متواجدين مع حضراتكم من خلال البيت الكبير لشرح كل الاخطاء اللي بتحصل خلال الاسبوع، وايضا ماذا كيف سيلعب النادي الاهلي في مباراته غدا امام طلائع الجيش وطريقه لعب طلائع الجيش من خلال ضيوفنا الدائمين الحقيقه كريم سعيد. زكي كريم، ازيك يا كابتن؟ اخبارك ايه؟ كله تمام الحمد لله كابتن. الحمد لله. ايضا احمد ثابت، ازيك يا ابو حميد؟ الحمد لله تمام. كله كويس الحمد لله. الحمد لله. خليني ابدا معاك يا كريم الاول. احنا عندنا اثنين بيتنافسوا او فريقين بيتنافسوا على القمه، نادي الاهلي ونادي الزمالك. الفريقين بيتنافسوا، رايك ايه في المباراتين الاخيرتين سواء لنادي الاهلي او نادي الزمالك؟ وطبعا الاربع مباريات الباقيه في الدوري للاهلي والزمالك اعتقد هي الامور الفنيه كابتن اسلام مش هتبقى اللي جايه ولا اللي فاتت؟ اللي جاي. اللي جاي اوكي. بتكلم على اللي جاي. اللي جاي طبعا اللي فات مش عايز تتكلم فيه؟ هتكلم طبعا عليه طبعا. طيب. هنتكلم على كله. اللي جاي انا في وجهه نظري بيبقى معنوي اكتر منه نفسي، قصدي منه فني، يعني معنوي ونفسي اكتر منه فني. طبعا الاقتراب من اللقب اكيد بيبقى في الامور في المباريات دي العزيمه والاصرار والفير بلاي. مفيش وقت بيني وبينك كمان. نعم مفيش وقت بالظبط. والمدير الفني بالظبط هو بيشتغل نفسي ومعنوي اكتر بيشتغل منه فني. المباريات السابقه اعتقد يعني شفنا بنتكلم عن النادي الاهلي، يعني احنا بنحف قضيه النادي الاهلي هنتكلم عن النادي الاهلي. ربما طبعا واضح جدا 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 ان احنا بندفع ثمن حاجات كتيره طول الموسم اساسها الاجهاد. طبعا بنتكلم على اللعيبه فعلا وصلوا لدرجه من التعب في موسمين متلاحمين، بنتكلم على فريق حقق دوري الابطال الموسمين على التوالي. يعني طبعا لما نفتكر حتى الدوريات اللي كانت في منتصف التسعينات كانت شبيهه بالدوري اللي احنا بنتكلم عليه ده، 95 93 97 كانت دوريات الاهلي كان بيفنشها بشكل كويس. ليه؟ كان في فترات راحه كنت بتاخدها ومفيش مشاكل. لكن ربما بس احنا ماتش الاسماعيلي يعني بعض الاخطاء اللي وقعنا فيها وما استثمرناش طبعا الفرص الكتيره اللي جات لنا، على الرغم من ان الاهلي كان افضل من الاسماعيلي في هذه المباراه. لا ده كم الفرص يعني طبعا يعني حتى كارقام حتى اخر 10 دقايق ربع ساعه نادي الاسماعيلي يعني طبعا 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 مجهودهم مشكور كناس لعبوا طبعا ناس طبعا اكيد طبعا. نادي الاسماعيلي سيظل دائما نادي كبير طبعا جدا جدا طبعا. وسيظل الضلع، دايما بقول هذه الكلمه، سيظل الضلع الثالث في عالم كره القدم طبعا. لكن احنا ربنا سبحانه وتعالى ما كتب لناش الانتصار في هذه المباراه، وكان عندنا بعض الاخطاء. احنا اتمنى على المستوى الشخصي ان احنا نتعلم منها عشان بعد كده، واحنا دايما في اعتقد منظومه النادي الاهلي بنجتهد وبنسعى، بس لو ربنا سبحانه وتعالى مش كاتب لنا البطوله ما عندناش مشكله خالص، عشان بس بالزبط. دي مش اخر يعني مش اخر الدنيا. انا عارف هقتبس كلمه قالها المهندس عادل القيعي والاستاذ ابراهيم المنيسي في ملك وكتابه قبل ما نخش، قالوا الحقيقه كلمه جميله جدا وكلمه ملهمه وكلمه كويسه قوي. قال لك ايه؟ قال لك ان النادي الاهلي حتى لو وقع، لو لا قدر الله حصل وقع في بطوله فبيحضر نفسه لست سبع ثمان بطولات. صحيح. ده كلام حقيقي وبالمنطق، وعايز اخد بقى منه واكمل عليه. اتفضل. بدون شك بدون شك الموسم الحالي النادي الاهلي عانى من كم هائل من الاخطاء التحكيميه اللي اثبتناها في حلقات كتيره بالصوت والصوره والارقام، كل شيء ثبتناه. لكن عمرنا في النادي الاهلي منذ ابد الابدين ما بنرجع خساره اي شيء، او احنا بنتكلم الكلام ده عشان نقول ان شماعتنا هو هي التحكيم خالص ابد. احنا عداله تحكيميه. احنا دورنا كميديا ان احنا بنقول للساده المشاهدين والجمهور بيتفرج علينا، احنا بنجيب لكم كل الامور، بنقول هنا في مثلا خطا حصل ضدنا، هنا في خطا من عندنا، هنا في كذا، احنا بنعمل كل شيء. ولكن في نهايه الحساب خالص في اخر الموسم احنا منظومه النادي الاهلي عمرها في تاريخ ما كان عندنا مسمى الشماعات او اي مبرر نبرر بيه مشكله احنا وقعنا فيها. احنا دايما بنقول لا يا جماعه حتى لو 10% بس خطا عندنا احنا نعالجه، عشان كما قالها الباشمهندس عادل القيعي، عشان نتعلم من السقوط ده في بطوله عشان 10 بطولات ده لو لا قدر الله حصل هذا السقوط. ولكن تخيل لما يبقى عندك مدير كوره طالع ما بيجي يتكلم بيقول لك احنا الاول يا جماعه نحاسب نفسنا. طبعا الكلام ده بعد مباراه الامبي. طبعا قال لك احنا بنحاسب نفسنا وهنتكلم مع نفسنا الاول. صح. وبعد كده نبقى نشوف. صح. احنا ده دورنا كابتن سيد، طبعا دوره ان هو يتكلم مع اللاعبين وكل ده. طبعًا. احنا دورنا زي ما انت بتقول كده كريم، ان احنا دايما نقول للناس ايه اللي بيحصل. عندنا مشاكل بدون تبرير.
كتير عندنا مشاكل طبعا. في كذا وفي كذا وفي كذا بنقول طبعا. بعد كده على الجمهور في الاخر يا احمد تقبل طبعا. الامر او عدم تقبله، دي حاجه ترجع للجمهور النادي الاهلي. طبعا احنا هنا لما بنتكلم بنتكلم للتوثيق وليس للتبرير. يعني ايه للتوثيق؟ انت بتوثق حاجات حصلت على مدار الموسم زي اللي هتقوله لنا دلوقتي. يعني لو نبدا حتى احنا السنه يعني احنا امبارح قلنا 10 نقط كان معايا الاستاذ اسامه السويسي قال 15، انت النهارده جايب رقم تاني. لا هو النهارده انا حاسبها بقى بالارقام بالحكام بكل حاجه. حلو. النادي الاهلي النهارده في الموسم ده فقط 13 نقطه بسبب الاخطاء التحكيميه. 13 نقطه، غير ده غير بقى حكايه ان احنا لينا 11 ضربه جزاء صحيحه ما تمش احتسابها ولينا 6 اهداف صحيحه، لكن احنا حاسبين ال 13 نقطه اللي النادي الاهلي فقدهم و 13 نقطة استفاد منهم نادي الزمالك من خلال برضو الأخطاء التحكيمية. هل إيه المعيار بتاعنا؟ المعيار مش كلامنا احنا، المعيار هو رأي خبراء التحكيم في جميع القنوات اللي بره قناة الأهلي كمان. مش اللي في قناة الأهلي. فنبدأ كده أول حاجة هنشوف بعض المباريات في الجدول قدامنا، هنلاقي أول حاجة مباراة وادي دجلة 0-0 اللي هي انتهت 0-0. كان حكم المباراة أحمد الغندور، حكم الفار حسام عزب. الأخطاء التحكيمية كان هناك ضربة جزاء للنادي الأهلي في تلك المباراة، وهنعرض كل الحاجات دي بالصور. تمام؟ طبعًا النادي الأهلي تعادل، يعني إيه؟ أخذ نقطة، كان المفروض يكسب، يبقى فقط كام نقطة؟ نقطتين. المباراة الثانية مباراة البنك الأهلي، إن النادي الأهلي تعادل فيها 0-0، كان حكم المباراة محمد سلامة، حكم الفار عمرو الشناوي، كان في هدف صحيح تم إلغاءه للنادي الأهلي وفي ضربة جزاء للنادي الأهلي، يعني النادي الأهلي كان المفروض يكسب 2-0. يبقى كده كام؟ نقطتين فقدهم النادي الاهلي لانه اخذ نقطه، كان المفروض ياخد ثلاثه. نيجي للمباراه الثالثه، مباراه بيراميدز 0-0، كان الحكم المباراه جهاد جريشه، حكم الفار كان طارق مجدي، كان طبعا في هدف صحيح اتلغى للنادي الاهلي وفي ضربه جزاء صحيحه لم تحتسب، وبالتالي في نقطتين فقدناهم لان المباراه كان المفروض نكسب، يعني المفروض ناخد ثلاث نقط وانت خدت نقطه واحده، يبقى برده يبقى انت ايه فقدت نقطتين، يبقى كده لغايه دلوقتي ست نقط. تعال نروح لمباراة المحلة اللي هي كان حكم المباراة 1-0 اللي هي اللي خسرناها 1-0، وحكم المباراة محمد معروف، وحكم الفار سيد شعبان. كان هناك للنادي الأهلي ضربة جزاء صحيحة في، وكل ده هنعرضه بالصور دلوقتي، في نهاية الشوط الأول، وكان في كارت أحمر لمدافع المحلة في بداية الشوط الثاني. يعني المباراة لما ضربة جزاء في نهاية الشوط الأول للنادي الأهلي وكارت أحمر، يعني أكيد النادي الأهلي كان هيكسب، يعني كانت هتبقى النتيجة 2-1 للنادي الأهلي أو أكتر كمان من خلال الطرد ومن خلال ضربة الجزاء. النادي الأهلي خسر المباراة دي. نيجي بعد كده لمباراة الزمالك 1-1، حكم المباراة أمين عمر، حكم الفار محمود عاشور، كان في ضربة جزاء للنادي الأهلي ما اتحسبتش، يبقى كده نقطتين. المباراة الأخيرة اللي هي مباراة الإسماعيلي 1-1، محمد الحنفي، حكم الفار محمود عاشور، كان في ضربة جزاء اللي هي بتاعت جونيور أجاهي لم يتم احتسابها وبالتالي نقطتين. لما نجمع كل النقط دي هنلاقي النادي الأهلي فقد كام نقطة؟ 13 نقطة فقدهم النادي الأهلي هذا الموسم بسبب الأخطاء التحكيمية. تعال نتفرج على الصور. أول صورة معانا نمشي بقى مباراة مباراة. مباراة وادي دجلة. دي عشان برضه يبقى كلامنا موثق بالأرقام وموثق بالصور. دي ضربة الجزاء اللي كانت لصالح أحمد رمضان بيكهام لم يتم احتسابها في مباراة وادي دجلة. المباراة الثانية مباراة البنك الأهلي زي ما قلنا كان في ضربة جزاء وكان في هدف صحيح، ضربة جزاء لصالح أفشة لم تحتسب وكان في هدف صحيح. الصورة اللي بعدها اللي هي بتاعة أيمن أشرف اللي سجلها براسه برضه هدف صحيح للنادي الأهلي، ده لم يتم احتسابه. دي المباراة الثانية. المباراة الثالثة مباراة بيراميدز كان فيها ضربة جزاء صحيحة لم تحتسب للنادي الأهلي وكان فيها هدف صحيح لم يتم احتسابه للنادي الأهلي برضه تم إلغاءه في وجود الفار. فدي كده ثلاث مباريات 2-3 بست نقط. تعال نخش على المباراة الرابعة مباراة المحلة، ديت كانت في ضربة جزاء للنادي الأهلي في نهاية الشوط الأول صحيحة لم تحتسب. ومع بداية الشوط الثاني هات الصورة اللي بعدها أهي كارت أحمر، ده إلغاء هدف محقق. فرصة هدف محقق من خارج منطقة الجزاء كارت أحمر، ده كلام كابتن محمد الشناوي في قناة أون سبورت على طول. ده في بداية الشوط الثاني. وبالتالي المباراة دي كانت المفروض تنتهي بفوز النادي الأهلي، مباراة الأهلي والمحلة. ولكن بسبب خلينا نتكلم بلاش نتهي بالفوز، لكن خلينا نتكلم ان كان هناك ركله جزاء وكارت احمر. تمام. نيجي بعد كده لمباراه الزمالك اهي ضربه جزاء لصالح النادي الاهلي لم يتم احتسابها، المباراه دي انتهت بالتعادل وبالتالي النادي الاهلي فقد برضو نقطتين فيها. المباراه الاخيره مباراه الاسماعيلي ودي ضربه الجزاء اهي، دي الكوره ما كانتش لسه خرجت من الملعب اللي قال عليها كابتن سمير عثمان طالما الكوره لسه ما خرجتش
في الملعب في قناه اون سبورت برضو، ودايس على رجله جونيور، دايس باهر المحمدي، دايس على قدم جونيور اجاي قبل ما الكره تخرج من الملعب، اذا ضربه جزاء. كل النقط دي النادي الاهلي خسرها 13 نقطه فقدها النادي الاهلي هذا الموسم بسبب الاخطاء التحكيميه. والمشكله ان بكره مباراه الزمالك ووادي دجله زي ما حضرتك تفضلت وقلت، انا مفروض مباراه الزمالك ووادي دجله دي مباراه حساسه سواء لوادي دجله اللي المفروض يكسب عشان بينافس على الهبوط، وتعتبر من اصعب المباريات لنادي الزمالك لان هو بيقابل فرقه خلاص لازم تكسب عشان تقعد في الدوري، ومن الناحيه الثانيه نادي الزمالك بينافس على بطوله الدوري. اروح اجيب حكم مش دولي؟ يعني هم السبع حكام الدوليين يا جماعه، السبع حكام الدوليين اللي حضرتك تفضلت وقلتهم، محمود البنا، امين عمر، احمد الغندور، ابراهيم نور الدين، جهاد جريشه، محمد معروف، محمد عادل، ما جيبش حكم دولي في مباراه الزمالك ووادي دجله. طب ليه؟ ليه احط ليه اعمل شك او جدل؟ دي مشكله على فكره. بالمناسبه يعني كل حكامنا لهم كل التحيه وكل التقدير، احنا دايما بنسلط الضوء على الاخطاء التحكيميه اللي بتحصل، ولكن هم كاشخاص طبعا اصدقائنا كلهم حكام ممتازين، بس انا بتكلم ان انت في مباراه حساسه اجيب حكم دولي، ابعد نفسي، خاصه دي بطوله هتدي دوري، يا اما تدي دوري يا تنزل فرقه. بالظبط، ده مباراه يعني مباراه حساسه تعتبر من اصعب المباريات في الموسم. ايوه، بالتالي لازم كان من وجهه نظري ان يبقى في حكام دوليين، ده حاجه غريبه، خاصه كمان ان كابتن محمد الصباحي لما نعرض الاخطاء بتاعه نادي الزمالك هذا الموسم لم كان في ضربتين جزاء في مباراه الزمالك وامبي الامبي ما حسبهمش. ايوه، وفي مباراه الزمالك وبيراميدز كان حكم فار كان فيه هدف صحيح لضربه الجزاء بتاعه نادي الزمالك اللي هي في اخر المباراه اللي تم احتسابها وكانت غير صحيحه، وكان فيه كارت احمر لطارق حامد وفي وجود محمد صباحي حكم فار. طب انا ليه احط نفسي في الكلام؟ طب ما انا اريح دماغي خالص واجيب البنا، اجيب ابراهيم نور الدين، اجيب الغندور، اي حكم دولي. يعني ليه احط نفسي في مجال الشك؟ يعني ده السؤال. بس الحاجه الثانيه بقى، تعالى نتفرج على النقاط اللي حصل عليها نادي الزمالك برضو بالارقام وبالصور، ومش والمعيار بتاعنا ايه؟ مش كلامنا احنا، راي خبراء التحكيم في القنوات بره قناه الاهلي. يعني احنا مش جايبين حاجه كمان برضو من قناه الاهلي، لا ده بره قناه الاهلي. تمام. طب تعالى نشوف اول حاجه قدامنا اهو، ماتش بيراميدز 1-1 اللي هي المباراه الاولى. كان حكم المباراه محمد عادل، حكم الفار كان جهاد جريشه. كان هناك هدف ملغي صحيح لنادي بيراميدز في تلك المباراه، وبالتالي الزمالك حصل على نقطه كان المفروض الزمالك يخسر في هذه المباراه. الزمالك اتعادل. تعالى للمباراه الثانيه اللي لسه كنت بتكلم عليها، مباراه انبي، كان مين حكم المباراه؟ محمد صباحي اللي هيحكم بكره الزمالك ووادي دجله. حكم الفار صبحي العمراوي. كان هناك ضربتين جزاء لنادي انبي لم يتم احتسابهم، وبالتالي نادي الزمالك حصل على 3 نقاط مفروض كان يخسر هذه المباراه لو تم على الاقل لو تم احتساب ضربتين الجزاء. تمام. تعالى المباراه الثالثه، مباراه المقاولين العرب اللي هي 2-2، كان حكم المباراه مين؟ ابراهيم نور الدين. حكم الفار مين؟ طارق مجدي. كان في ضربه جزاء، وكل الكلام ده هنعرضه بالصور، كان ضربه جزاء لنادي المقاولين، وبالتالي حصل نادي الزمالك على نقطه كان المفروض يخسر تلك المباراه. مباراه بيراميدز 1-1 اللي هي المباراه الثانيه اللي هي جهاد جريشه، ولسه كنت بتكلم كان مين حكم الفار؟ محمد صباحي اللي هيحكم بكره مباراه الزمالك ووادي دجله. كان هناك كارت احمر على طارق حامد، وكان في ضربه جزاء غير صحيحه لنادي الزمالك تم احتسابها، وبالتالي حصل نادي الزمالك على نقطه كان المفروض ما يحصلش عليه. تعالى بعد كده على مباراه سموحه 2-1، كان مين حكم المباراه؟ محمد الحنفي، وحكم الفار نادر قمر الدوله، في ضربه جزاء لم يتم احتسابها لنادي سموحه. الاهلي 1-1، امين والأهلي عمر، محمود عاشور، وبعد كده المقصه، وبعد كده المصري، كل دي ضربات جزاء للانديه المنافسه سواء للمقصه سواء للمصري سواء لسموحه. تعالى نعرض الصور. ايوه، هتلاقي لما تجمع كل النقط دي هتلاقيهم 13 نقطه حصل عليهم نادي الزمالك برضو بسبب الاخطاء التحكيميه. ادي اول حاجه، ده الهدف بتاع بيراميدز اللي تم الغائه، وطبعا كانت الحكم حسبها تسلل وهي ما فيهاش تسلل. الصوره اللي بعدها ديت الضربتين الجزاء بتوع انبي اللي هو كان حسبهم الحكم اللي ما حسبهمش الحكم محمد صباحي. تمام، ضربتين جزاء واضحين جدا. ايوه، كمل، ضربتين جزاء اهم واضحين جدا. نكمل الماتش اللي بعده، ماتش المقاولين، ضربه جزاء على اشرف بن شرقي لم يتم احتسابها. كمل، دي برضو دي المفروض كارت احمر في مباراه بيراميدز على طارق حامد، الحكم اصلا ما ادلوش انذار في اللعبه دي. ايوه، كمل، دي ضربه جزاء تم احتسابها لنادي الزمالك، كابتن سمير عثمان قال ايه في الحاله التحكيميه في تحليله؟ قال هو اللاعب لو شال ايده الكره هتروح فين؟ في صدره، اذا مش ضربه جزاء. تمام، نكمل،
ديت برضو ضربه جزاء واللي فارد ايده امبارح في مباراه فارد ايده ما اتحسبتش طبعا. دي ضربه جزاء برضو لنادي سموحه على طارق حامد في مباراه الزمالك وسموحه. كمل مباراه الاهلي، كمل مباراه المقصه ضربه جزاء، كمل لا دي اللي واضحه قوي. دي بقى هدف المصري الزمالك جابه في النادي المصري في اخر دقيقه، كان فاول الهدف ده كان في البلاس 90 وكان مفروض ان الحكم الفار ما جابلوش لمسه اليد. يعني هي مفروض ان هي كانت فاول على لاعب نادي الزمالك وكان الهدف ده غير صحيح. تمام طيب اذا 13 نقطه استفاد بيهم نادي الزمالك من خلال مش من المفترض ان هو يستفيد بيهم. والمعيار بتاعنا زي ما بقول كذا مره، المعيار بتاعنا مش احنا اللي بنقول الكلام ده، المعيار من محللين التحكيم اللي في جميع القنوات هم اللي قالوا الكلام ده. 13 نقطه استفاد بيهم. احنا عملنا ايه بالظبط؟ احنا جمعنا الحالات بس مش اكتر من كده. 13 نقطه استفاد بيهم نادي الزمالك و13 نقطه فقدهم. هل لو كان نادي اخر بينافس النادي الاهلي غير نادي الزمالك كنت هتقول نفس الكلام؟ هي الفكره اللي انا عايز اقوله، هو احنا مش بنقول برضو ان التحكيم وحش او كده، لا هي الفكره كلها ان احنا عايز ابين للناس برضو ان احنا وده مش للتبرير، ده للتوثيق. حلو جدا، بس ده مش سؤالي. انا سؤالي تاني خالص. ايه هو؟ بقول لك هل لو كان نادي اخر النادي الزمالك اللي بيتنافس مع النادي الاهلي كنت هتجيب الاخطاء دي؟ ايوه طبعا، بس على اساس ان هو النادي اللي بينافس النادي الاهلي. ايوه بس هو النادي اللي بينافس النادي الاهلي دلوقتي هو المتصدر بالزبط. وعايز اقول لحضرتك ان ده مش معناه ان بس ما حدش يا جماعه يتصور ان احنا بنتكلم مثلا عن نادي الزمالك تحديدا او كذا او كذا، لا احنا بنتكلم على التنافس ما بين الاهلي واحنا بنحترم جميع الانديه، بنحترم جميع الحكام، لكن احنا من يعني احنا دورنا ان احنا نوثق بعض الحاجات الموجودة اللي حصلت. مش معنى كده ان برضو ان السبب لو لا قدر الله مثلا حصل اي حاجة في الدوري ان ده سبب، لا ده برضو من ضمن الاسباب اللي حصلت في بالزبط. سبب من الاسباب، ولكن هناك سبب ان الجهاز الفني قد طبعًا يكون اخطا في بعض المباريات السهله اللي ضيعنا النقاط كدا فيها. بس نفس الكلام بالنسبه للاعبين، وبالتالي هي منظومه كامله يا كريم بنقدر نتكلم فيها او ما بنقولش تبريرات، ولكنها الحقيقه مع الاعتراف بان هناك بعض الامور الخاطئه والخاصه في النادي الاهلي سواء جهاز فني او لاعبين، مع اعتراف كابتن سيد عبد الحفيظ نفسه. ما هو ده طبيعي يا كابتن اسلام، هو الكوره لعبه جماعيه فيها عناصر كتيره، كل عنصر له نسبه، كل عنصر له نسبه. انا دايما بشوف وبحب يعني على المستوى الشخصي انا كريم سعيد بحب ان منظومه النادي الاهلي دايما 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 وهي بتعمل الكشف الحساب اخر الموسم، حتى شوف حتى لو الموسم فيه اخطاء تحكيميه كتير ان احنا دايما نحطه في اخر الليست. ليه بقى؟ عشان احنا دايما عندنا مثلا ناشئين في النادي الاهلي لازم يعرفوا احنا عندنا شماعات، احنا بنعلم دايما الاولاد الصغيرين عندنا في النادي الاهلي ان احنا دايما الخطا انا بشوف في طريق انا ماشي فيه الخطا خطاي، انا لازم ابقى احاسب نفسي، لازم الوم نفسي، لازم دايما دايما اعاتب نفسي، حتى لو في بعض الاخطاء طبعا للحكام. اكيد الموسم ده واحد من أسوأ من أسوأ المواسم تحكيميا، ده موضوع ما مش محتاجين ده يعني مش عايزين نجادل فيه، نجادل في ايه ده في كل لا مش بتكلم عن النادي الاهلي بس، لا على مختلف يعني لو جمعنا كل شكاوى الانديه بما فيها نادي الزمالك، ما نادي الزمالك برضه بيشتكي من الحكام، يعني كل الانديه لما يجوا يشتكوا من الحكام ده واحد من أسوأ المواسم الكرويه في تاريخ الدوري المصري من حيث التحكيم، رغم للاسف ان في تقنيه الفار اللي هي المفروض تساعد الانديه وتساعد في المباريات انها تتلعب بدون اخطاء، بس طبيعي زي ما قلت هي الكوره لعبه يعني مثلا الجون ده واحد يعني لما حكم انجليزي يشوف اللعبه دي ويقول لك انا مش مصدق ان حكم المباراه وحكم الفار بيراجع وراه يلغي هدف زي ده، يعني فاهم ده يوريك المستوى اللي احنا فيه. طيب اخيرا قبل ما اطلع فاصل يا احمد، هل الفار مؤثر بنسبه كبيره مع ام ضد النادي الاهلي بنسبه يعني مش لا كبيرة؟ الفار بصراحه يعني الفار محتاج فار يعني، او ساعات بحس ان هو شاهد ما شافش حاجه بصراحه يعني. انت بتتكلم ساعات بحس ان هو محمد شريف بس يعني بيدور على محمد شريف لما يتلغى، لما يبقى في 6 أهداف صحيحه يتم الغائها في وجود الفار للنادي الاهلي ويبقى في 11 ضربه جزاء للنادي الاهلي صحيحه لم يتم احتسابها في هذا الموسم، يبقى الفار بصراحه يعني لا يعني اكيد محتاج تعديل برضه، محتاج تطوير اكتر من كده. وبالمناسبه وبما اننا بنتكلم عن الفار وبنتكلم عن لجنه الحكام والتحكيم المصري، عايز اقول لحضراتكم وده انا بقوله كل يوم الحقيقه، يعني لما حد بيتكلم زي ما بندي للجنه الحكام او بننتقد لجنه الحكام بنقول
او بننتقد الحكام نفسهم، بنقول برضو ان لجنه الحكام هيعملوا خلال الفتره اللي جايه دورات كثيره جدا علشان يدخل حوالي اكثر من 30 35 حكم خلال الفتره القادمه، بياخدوا دلوقتي اوريدي او بداوا بالفعل ان هم ياخدوا تدريبات دورات تدريبيه عن الفار، منهم حكام 15 20 واحد مساعدين و15 20 واحد حكم للساحه مع اربع حكمات. وبالتالي لازم نقول الجانب ده طبعا. ولازم نقول ان بالفعل ان هناك، وبالمناسبه ده اعتراف بالخطا طبعا. ان انا اعمل دورات تدريبيه وادخل حكام جديده ده اعتراف بالخطا، وده ما يعيبش حد طبعا. ده شيء طبيعي جدا ان انا شايف ان انا عندي اخطاء، ولكن كانت الاخطاء زي ما كريم قال ان هي بنعتبر ان الموسم ده واحد من اسوء المواسم في نقطتين بالنسبه للاخطاء التحكيميه طبعا. مش بالنسبه للاخطاء صح. اللي بتحصل في نقطتين كمان محتاجين يتطوروا من وجهه نظري عشان التحكيم يبقى 10 على 10. لازم تجيب لهم تصوير، لازم جودة التصوير في المباريات تكون أعلى من كده. كنا بنتكلم في الموضوع ده امبارح وقلنا ان احنا هنتكلم فيها، نفتحه ان شاء الله كقضية مهمة جدا، لانه التصوير عشان لما نيجي نحاسب الحكام نقول لهم، لان كل حاجة يقول لك مفيش تصوير كويس، مش شايف الزاوية، فبالتالي احنا هنمشي مع الحكم. احنا بنشوف مباريات الدوري السعودي والدوري الاماراتي تصويرهم عامل ازاي مزبوط. يعني احنا نحاول حتى نكون قريبين من التصوير، احنا مش اقل من الدوري السعودي ومن الدوري والله الاماراتي. احنا عندنا مخرجين عظماء في التلفزيون المصري، وعندنا كاميرات مش عايز اقول لك على اعلى مستوى ومن افضل الكاميرات الموجوده في العالم العربي، لكن ايه المشكله الحقيقه انا مش فاهمها ومش عارفها. عشان كده انا نفسي نستعين بخبراء في هذا الامر خلال الفتره القادمه، بما انكم فتحتم هذا الموضوع امبارح برضو فتحناه، ان احنا نعرف بس هو هل ليها حاجات معينه بروتوكول حتى، يعني احنا دايما اتعودنا نقول كلمه بروتوكول، هل في بروتوكول معين لوضع الكاميرات جوه الملعب عشان نقدر نصل الى اللي احنا بنشوفه بره اسلام برضو وصوره البث. يعني احنا المشكله عندنا كمان ان احنا بنشوف المباريات بتاعتنا في لما يجي المخرج يعمل زوم الصوره بتبكسل كانك جايب يعني موبايل قديم شويه. ده عيب. مسالنا انا نفسي افهم ما انا سالت فيها بصراحه، فبعض الناس التقنيين قالوا لي لا خلي بالك، ما البث نفسه له سرعه، انت بتبث بسرعه كام ودي بفلوس. يعني بيبث بسرعه 4 ميجا غير 10 غير 14 غير 20، فواضح ان مش كريم برضو صح. لكن احنا تخيل الحاله دي لو كانت جايه من بكاميرا هنا، هي مش باينه. لا بس مع كاميرا من خلفيه مش محتاجه بصراحه. لا لا معلش انا معاك بقى، انا بقول لك يعني انت بتقول ان هي مش محتاجه، هي فعلا مش محتاجه 10 على 10 انها مش محتاجه، ولكن تخيل كمان لو كانت كاميرا خلف المرمى. لا انا بقول حضرتك الكوره فعلا اللي مش واضحه وكلنا كل الناس اجمعوا عليها عشان ما يبقاش في حاجه خالص. الكوره فعلا ما كانتش واضحه والناس كلها اجمعت ان التصوير فيها كان استحاله يبينها. الجون بتاع محمد شريف اللي هو الكوره في سيراميكا في مباراة سيراميكا دي ولا زاوية لأي كاميرا كانت مع المخرج بينتها. فهنا ممكن حاجة ممكن طبعا في حلقة تجيب تقنيين وفنيين ممكن يتكلموا على الأمر ده أحسن. لكن أنا برضه عايز أضيف نقطة بالنسبة للحكام هم بيصلحوا. ما ينفعش أشوف حكم بيحكم مباراة في الدوري المصري وزنه زايد، مستحيل. ما ينفعش. دي هنا دي ألف به رياضة. يعني ألف به رياضة. ما ينفعش مثلا لاعب او 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 حارس، يعني حتى الكابتن حلمي طولان انتقد حال حارس مرمى مش على مسامي، بس احنا شفنا وفي اعتقد لا يقل عن مثالين مثلا في دوري حكام اوزانهم زايده، واضح جدا من التيشيرت واضح ان الوزن زايد. فربما هنا الوزن الزايد يعوقك ان انت تعمل المجهود الكافي عشان تلحق تشوف اللقطه، ومع الضغط بتاع المباريات وضغط المنافسه ممكن كمان انت شخصيتك ما تبقاش فيها هذا الكم من الجراءه، فما تاخدش القرار السليم. فالطبيعي من لجنه الحكام وهي بتصلح انها اكيد لازم تعمل اختبارات كوبر، لازم تتعمل، لازم يعني يشيكوا. دايما كانت ايام زمان لما كنا واحنا بنلعب يقول لك لما بتبقى فنيا مش قادر نعم بتعوض ده بدنيا صح، يعني صح بدنيا صح يخليك حتى ايه صح لو انت مش عارف ترقص تطول الكره وتجري وتخبط صح وترفع صح يعني صح انت فاهم صح. فده برضو بيحصل مع التحكيم طبعا، وبالتالي لازم يبقى دايما وزنك مثالي. ان في اختبارات المفروض في اختبارات كوبر هي بتحدد، وفيها في معايير بيقول لك الحكم لازم الوزن كذا مع الطول كذا، اكيد هم اكيد ادرى عشان ما حدش يجي يقول ايه اصل المحللين الكوره بيحللوا تحكيم. احنا ما بنحللش تحكيم، احنا بنقول الحاجات البسيطه. يعني النهارده في بعض الحكام محتاجين هم يظبطوا يعني الوزن الخاص بيهم، عشان ان شاء الله احنا طبعا بنقول الكلام ده كله ليه؟ عشان السنه الجايه باذن الله باذن الله نشوف دوري افضل على جميع النواحي. طبعا مش هتلحق تعمل في الثلاث ماتشات دول
بالظبط، هي دي اللعبه دي، ولا الكاميرا فعلا بينت لنا الكوره جت في ايد قفشه ولا لا، وربما طبعا يكون من الشكل ده ان الكوره ما جاتش، بس عشان نجزم. عايز اقول لك حاجه، يعني هنبقى نسال قفشه في الموضوع ده نفسه، هو الوحيد اللي هيقول لنا. صحيح صحيح بجد فعلا، هو الوحيد اللي هيقول لنا اذا كانت جت في ايده، وعلى فكره هو صادق. نعم يعني لو جت في ايده هيقول جت في ايدي، لو ما جتش في ايده هيقول ان هي ما جتش في ايده، وبالتالي اتمنى ان يكون هناك شكل للتصوير افضل، مع انه زي ما بقول دايما احنا عندنا مجموعه رائعه الحقيقه من المخرجين العظام اللي موجودين في كل مكان، التقنيين العظام اللي موجودين في كل في التلفزيون المصري وفي كل القنوات الاخرى، وبالتالي ما اعرفش ايه الموضوع، هنحاول نعمل الحلقه دي قريب علشان نفهم ونفهم الناس ونفهم الجمهور يعني ايه اللي بيحصل في هذا الموضوع، علشان ما يبقاش عنده حد عنده حجه. وموضوع الخط، موضوع الخط برضو بتاع الخط ساعات بيبقى مايل وساعات بيبقى عامل كده، احنا عايزين الخط المظبوط عشان ما يبقاش فرقه زي النادي الاهلي ملغي لها 6 اهداف صحيحه في وجود الفار، يعني احنا بنتكلم يعني ما هو ده دي حاجات اساسيه، امال انا جايب الفار ليه ودافع ملايين ليه وصارف ليه؟ هي المشكله برضو في نقص امكانيات، اكيد التصوير ده هم في الدوري السعودي والدوري الاماراتي عندهم الامكانيات اعلى مننا اكيد، فاحنا المفروض نحاول ان احنا نجيب الاجهزه اللي عنده عشان يبقى عندنا جوده التصوير دي. الحاجه الثانيه، لو الجهاز بتاع اللي بيرسم الخط ده ما ينفعش الحكم بتاع الفار هو اللي يرسمه، لان بيبقى برضو فيها دايما ابعد نفسي عن اي يعني ايه اي حاجه فيها من الاخر شبهه، يعني خليني دايما ماشي في الصح. بالظبط، بتحاول تعمل الصح لحين ما حدش حصل للكمال يعني. وبالتالي نتمنى طبعا كل التوفيق للحكام المصريين، لان بكره والاربع اسابيع القادمه ابتداء من بكره اعتقد ليها وضع خاص عند كل الجمهور في مصر من اسوان لغايه اخر فرقه بتلعب في الدوري، اهلي وزمالك واسماعيلي واتحاد وكل الفرق. خلينا نطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل هنرجع نسال كريم سعيد واحمد ثابت هل الدوري لسه في الملعب ولا انتهى. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين، هل ما زال الدوري في الملعب يا كريم؟ طبعا هنتكلم على يعني نادي الزمالك متفوق بفارق نقطتين وباقي 4 مباريات ب 12 نقطه، فطبعا شايفين في فجوه يعني كبيره من الزمالك عشان محتاج يكسب الدوري لازم يكسب 4 مباريات كلهم، وبالتالي كمان النادي الاهلي يعني ما يسبقوش او ما يجيبش حتى النادي الزمالك ما يستناش اي سقوط منه عشان النادي الاهلي ما يستغلوش، وبالتالي وكمان تاني انا برجع التسعينات لان فتره التسعينات كانت اسلام لحد ما كان المنافسه ما بين الاهلي والزمالك في الست مواسم الاولى من التسعينات كانت قويه، كنا في كل موسم غير الالفينات طبعا، يعني اللي شاف الكوره من الالفينات مانو جوزيه لحد ما قضى شويه على المنافسه، ما كانش منافسه شديده في الدوري، الدوري كان بيبقى محسوم، وده حتى ممكن ربما اللي مزعل الناس دلوقتي، لكن في التسعينات بنتكلم في موسم 95 96 نادي الزمالك اللي هو في مباراه الناس بتتفرج عليها مباراه النادي الاهلي وجمهوريه شبين، هدف رضا عبد العال الشهير، الفرق كان 6 نقاط وكان باقي اعتقد حوالي 8 اسابيع يعني الموضوع، وكان ساعتها كان كمان اعتقد المباراه كانت بنقطتين مش بثلاثه. موسم اللي ورا نادي الزمالك وصل الفرق مع النادي الاهلي 13 بوينت 13 بوينت، ده كانت فجوه كبيره جدا، نادي الزمالك الدور الثاني وقع في كم هزائم متتاليه مع الكروم والقناه لغايه بعد كده النادي الاهلي كسب الدوري، حتى نادي الزمالك نفسه لما خد الدوري من النادي الاهلي اللي هو الموسم 2002 2003 كان في اخر اسبوع، فالناس تعرف النادي الاهلي دايما بيلعب لاخر نفس، مهم جدا جدا كمان الناس تفهم وكمان الناس الشباب الصغير السن، منظومه النادي الاهلي ما بتسيبش المنديل غير لما فعلا ببقى عملت كل يوم 27 اغسطس 11 بالليل عملت الجهد بتاعي كله وبفضل اصحح في نفسي واشوف انا عملت ايه خطا واصححه، وحتى لو تاني هو بكرر فيها لو ربنا سبحانه وتعالى مش كاتب لنا احنا بنشتغل للسنه الجايه والسنه اللي بعديها، وعندنا لسه عندنا احنا عندنا كاس عالم انديه اعتقد طموحنا فيه ان شاء الله الحقيقي ان شاء الله ان احنا نلعب على طبعا يعني عندنا طموحات بالظبط، يعني دايما لازم الناس تفكر ما بنبصش كاس العالم عشان نعم؟ الناس باير فاكر باير فاكر باير فاكر نقاط الضعف بتاعت باير ان لما قلت ان نقاط الضعف اللي في باير قال لك يا عم اسلام فان شاء الله يعني تاني ان شاء الله باذن واحد احد باذن واحد احد لو ربنا سبحانه وتعالى كاتب لنا الدوري ده هنشوفه بعيدا عن اي فنيات او عن طيب. اي تحليل أي كويس فتحت لي مجال لحاجه ثانيه، هل في الوقت ده لو ربنا كرمنا ان شاء الله وخدنا الدوري هل سنتغاضى عن اخطائنا كمجلس اداره؟
لا مجلس اداره يفكر او اداره الكوره يعني اداره الكوره هل ستتغاضى عن بعض الاخطاء ولا احنا دايما عندنا اسلوب مختلف؟ لا اعتقد ان الاداره عندنا يعني بتفكيرها على طول دايما ان هي عايزه تدعم برضو بالفرقه، بتشوف ايه المراكز اللي ناقصه في الفرقه وبتحاول ان هي تدعمها عشان الفرقه تبقى اقوى. ده دايما تفكير النادي الاهلي، دايما عايز يبقى اكثر شراسه اكثر قوه، لان انت برضو انت مستواك لكن باقي الفرق الافريقيه بتدعم، ترجي جاب مدرب جديد ودعم بصفقات، الوداد دعم، اكيد بتقابل منافسين كتير، فانت برضو لازم تشوف النواقص اللي عندك بالمراكز الفنيه اللي عندك وبتدعمها. ولكن انا يعني في الفتره الحاليه دي اللي بطلبه من جميع الاهلاويه ان احنا ناجل النقد في الفتره الحاليه، اي حد عنده اي نقد لاي حاجه ناجلها يا جماعه اسبوعين بس. الفتره دي محتاجه ايه مننا؟ محتاجه شويه دعم بس، مسانده ودعم بس. ليه؟ لان انت اربع ماتشات يا جماعه، اربع ماتشات نكسبهم ونعمل اللي علينا، واحنا دايما الاهلي علمنا ان مفيش مستحيل. يعني احنا لو شفنا مثلا موسم 2008 2009 احنا كنا قاعدين لغايه الدقيقه 93 الاهلي وطلائع الجيش، لغايه الدقيقه 93 كنا خلاص مش واخدين الدوري، احمد فتحي جه جاب جون 2-1 وبعدين كسبنا 3-1 ووصلنا المباراه فاصله. ده في 2008 2009 الحاجات اللي انا يعني عشرتها في الالفيه الحديثه 2010 2011 لما كنا متاخرين الدور الاول بست نقاط ومانويل جوزيه جه ورجع وفي الاخر افتكر انا ايام، لا احنا ايامنا ايام الجيل اللي لا 2008 2009 و2010 2011 عمرنا ما وصلنا، انت كنت بتحسبهم من بدري. ها هم جيلهم كانوا بيحسبوا الدوري من بدري. 93 94 المنافسه كانت ثلاثيه لغايه الاسابيع الاخيره، بعد كده الزمالك خرج وكان في مباراه ما بين الزمالك والاسماعيلي في اسماعيليه تعادل 1-1 والنادي الاهلي كسب الترسانه 2-0 ولعبنا ماتش فيصل مع النادي الاسماعيلي في اسكندريه اللي هو الهاتريك بتاع كابتن محمد رمضان وجون كابتن ايمن شوقي. ده كان دوري عصيب، وكان ايه يا كابتن اسلام كمان كان دوري جاي بعد الصدمه بتاعتنا في موسم 91 92 كان موسم فعلا صادم، ماتش الفيصل كان في المحله فعلا. ده كان واحد من المواسم اللي الواحد زعل فيها جدا جدا جدا. انا بالنسبه لي الموسم ده ربما اكون زعلت فيه اكتر من الموسم بتاع انبي، كان موسم صعب جدا والنادي الاهلي عمل دور تاني ممتاز لكن ساعتها ربنا سبحانه وتعالى ما وفقناش. طيب خلينا نروح للاكثر جدول الاكثر عندنا الاكثر او من يكون الاكثر في الفرق معانا الاكثر في كل حاجه بقى في الدوري. ده برضو بياكد ايه؟ بياكد ان احنا لازم يعني نثق في الفرقه ولازم نلعب لغايه اخر لحظه لان احنا نعتبر احسن فرقه في الدوري، احسن فرقه بتلعب كوره بالارقام. يعني لو بصينا على الاقصى اقوى خط هجوم النادي الاهلي 63 هدف، اكتر فريق صنع فرص النادي الاهلي 272 فرصه، اكتر محاولات على المرمى النادي الاهلي 175، الاكثر تمريرات صحيحه النادي الاهلي، الاكثر تمريرات بينيه النادي الاهلي. يعني انت الاكثر في كل حاجه، الزمالك بس الاكثر في العرضيات والاسماعيلي الاكثر في المراوغات الناجحه. وبالتالي انت يعني انت الاكثر في كل حاجه، وبرده الهداف الدوري من عندك محمد شريف 19 جون، والاكثر اسيست من عندك علي معلول 11 اسيست. يعني انت بسم الله ما شاء الله الارقام كلها لصالحك، فلازم نتمسك بفرصتنا، ما عندناش ياس، لازم نكمل لغايه اخر دقيقه، لو لغايه اخر لحظه نكمل ان شاء الله. لو كسبنا الماتش ده والزمالك كسب اللي بعده اللي بعده، لو لغايه اخر ثانيه في الماتش الاخير لازم تتمسك بفرصتك، لازم تعمل اللي عليك في الاربع مباريات دول، اعمل اللي عليك في الاربع مباريات دول وهتاخد الدوري. كريم هل الارقام دي بتديك مؤشرات لحاجه معينه؟ طبعا بتديك مؤشرات ان احنا اشتغلنا بشكل جيد جدا على مستوى الفريق ككل، شغالين يعني مدير فني والجهاز الفني والجهاز الفني المساعد كمان، قدرنا في السنتين اللي فاتوا نعمل شكل للجيل ده، واعتقد دي نقطه الجيل ده كان محتاجها. احنا النهارده شايفين فريم يعني ايه؟ يعني النهارده يا كابتن اي فرقه دايما بتحتاج شخصيه، دايما مثلا الجمهور يقول لك ايه؟ احنا يا جماعه فين من جيل ابو تريكه وجيل وائل جمعه وعماد متعب؟ ليه؟ الجيل ده عمل مع مانويل جوزيه عمل شخصيه، فانت دايما بتقيس ان اي فرقه بتطلع بعديهم بشخصيه الفريق ده. حاليا احنا النهارده في الماتشات الكبيره عملنا ايه؟ في النهائيات عملنا ايه؟ احنا جينا مثلا خسرنا تو فاينلز دوري الابطال في واقعه عمرها ما بتحصل للنادي الاهلي، النادي الاهلي كان مش متعود يوصل للفاينل ويخسر، خسرنا من الترجي وخسرنا الوداد. مش هنقعد نقعد بقى ايه انا اسف احنا مشكله كده في ده مش لا، احنا بنقعد نشوف اخطائنا ايه عشان نصحح، والحمد لله بعد واتغلبنا حتى من سان داونز 5-0. والسوشيال ميديا اعتقد السنه دي كنا بنتكلم دايما ان ماتش ال 5-0 ده لما رجعنا في العوده كسبنا 1-0 واللعيبه اتجمعت قلنا ان اللعيبه دي رجاله. ليه؟ كابتن خطيب كان قاعد لو أيوة. اللقطه الشهيره كابتن كان قاعد وباصص بصه كده متضايق طبعا. فدي
الناس كتيره كانت كاتبه من هنا كانت البدايه بالظبط. وفي ناس كمان ساعتها لما احنا كنا بنقول لا يا جماعه لا ناخد دي بدايه ويلا نشجع لعيبه في الموسم ده كان موسم قوي جدا، كنا بننافس فيه نادي الزمالك وبيراميدز، واحد من اصعب الدوريات، اصعب طبعا من الدوري احنا بنتكلم فيه ده، لا مفيش مقارنه. الدوري اللي احنا كسبناه من الزمالك وبيراميدز في اول سنه لبيراميدز ثلاث سنين لما كان جاي بقى دايما على الهوا، وكواليتي لعيبه بيراميدز ساعتها كان مختلف عن الكواليتي دلوقتي، مع كامل احترامي طبعا للفرقه الحاليه، لكن الفرقه اللي كانت مع بيراميدز في الموسم ده كواليتي عمر خربين وكينو، لا 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 كانت فرقه مرعبه. ولكن النادي الاهلي بالصمود وتحليل الاخطاء والوقوف والواقعيه قدرنا ناخد دوري، وبعديها نكسب بطولتين دوري ابطال افريقيا. بتسال اي حد النادي الاهلي او الجيل ده يقدر؟ يقول لك في الاول لا ما يقدرش، لكن اللعيبه صمدت ودايما جبنا لهم الصوره وهم واقفين في ماتش 1-0 العوده في برج العرب في ماتش سان داونز. عشان كده هي دي دايما باخد الفكره دي، النادي الاهلي منظومته لازم الناس تعرف ان هو دايما بيلعب للنفس الاخير، ان منظومه النادي الاهلي بتبني تصحيح الاخطاء كمان طبعا. واحنا بنواجه اخطاء من نفسنا، ما عندناش معاد. منظومه النادي الاهلي يا كابتن اسلام لا يوجد فيها مسمى، ما فيش في قاموسنا حاجه اسمها شماعات، احنا ولا بنتكلم على تحكيم ولا حظ ولا مش عارف ايه ولا نظريات مؤامره، لكن دورنا ما عندناش الكلام ده، نقول الممنوع يخش ده غلط، الجزء ده صح، الجزء ده في حكم اخطا، الجزء ده طبعًا. ده لازم نعمل كده طبعا، لازم تبين الحاجات اللي انت بتوثق في الدوري كل في مثلا لو في مجامله هنا، في بعض الاخطاء التحكيميه هنا، في لازم توثق ولازم تتكلم في الحاجات دي. ده اكيد احنا دورنا هنا برضو ان احنا بندافع عن النادي الاهلي ومنتهى الاحترام لكل الانديه برضو. بالظبط كده، وفي النهايه الاحترام واجب للجميع الحقيقه، وسيظل دائما النادي الاهلي المنبر اللي هنتكلم منه دائما، او قناه النادي الاهلي الحقيقه هنتكلم منه بكل احترام وبكل حب وبكل ود. ولكن اذا كان هناك خطا لن نسكت، لن نسكت، مش هنسكت ان احنا هنطلع نزعق ونش، ما عندناش احنا الكلام ده، مش احنا ما بنعملش الكلام ده خالص، ولكن دائما هنيجي نتكلم بنتكلم باسلوب النادي الاهلي وبطريقه النادي الاهلي. خلينا نطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل بعض الجمل التكتيكيه على شاشه البتكين. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين، هبدا بيك يا كريم النهارده وبعض النقاط الفنيه الخاصه بموسيماني وشرحها. بالظبط، لو تفتكر يا كابتن اسلام كنا احنا اتكلمنا في الفتره الاخيره على اسلوب تعاملنا مع المباريات اللي متقدمين فيها بنتيجه 1-0 خصوصا 1-0، ونيجي في الشوط الثاني لحد ما بيحصل بعض القلق او الحذر الشديد ده عشان نحافظ على النتيجه. مباراه انبي اكدت لي ان الجهاز الفني تابع وبيراقب الامر ده في حته التغيير، خصوصا في انك تنزل هاف ديفندر ثالث في الشوط الثاني، يعني مثلا ماتش الجونه، ماتش البنك الاهلي، ماتش الاسماعيلي، ربما نكون عانينا من هذا الامر في الشوط الثاني، كنا متقدمين 1-0 ونيجي احنا فقدنا 6 نقاط بالظبط، يعني مش عانينا بس بالظبط ونيجي نشوف ان احنا او المنافس دايما بيحرز هدف بعد التغييره بتاعه ان انا انزل هاف ديفندر ثالث واسحب واحد تقريبا بنفس الشكل يا كريم. الكوره نعم. بالعرض من ناحيه بالزبط. الشمال بالظبط، بتتلعب بالعرض بيمين المهاجم او الجناح الايسر بيلعبها بيمينه، واحده صحيح. بيخش كريم بامبو يحطها، وواحده بيخش فخر الدين بن يوسف يحطها بالظبط. والجميل بقى في ماتش المباراه الاخيره في مباراه انبي لما بيتسو موسيماني جه يغير، ثبت ال 4-2-3-1، ودي النقطه اللي احنا كلنا كنا بننادي بيها، ان انت دايما خلي المنافس يعني محطوط في نص ملعبه. ولو ممكن يكون معانا البييرو عشان نشرحها للساده المشاهدين في الحته دي، مهمه جدا جدا ازاي النهارده فكه ال 4-2-3-1 واحنا بنلعبها بتحط دايما المنافس في نص ملعبه. احنا دايما لما بنقف في نص ملعبنا بهاي لاين ديفنس شويه وبنحط نقف الوقفه دي ال 4-2-3-1 مختلفة شوية عن ال 4-3-3، ونحط برضو المنافسين دايما بيلعبونا بخطة أقرب إلى 4-1-4-1، وممكن الهاف ديفندر الموجود في قدام الأربعة يرجع كمساك ثالث. وبالتالي لما احنا بنحط يا كابتن إسلام الرباعي بتاعنا في نص ملعب المنافس، على طول بيبقى عندك قدرة إنك تمنع المنافس من البيلدينج أب بتاعه، بتمنعه إنه يطلع بالكورة. فكرة بس ربما دي نقطة احنا حسب ما قلنا قبل الفاصل، احنا نشوف الأخطاء بتاعتنا، واحدة من النقط اللي أنا فرحت بيها جدا في ماتش إنبي إن احنا عرفنا نقطة خطأ كنا بنعملها، ما ينفعش واحنا بنحافظ على النتيجة بتاعتنا نطلع جناح، وخصوصا في الملعب قفشة، لأن قفشة ربما إجادته والإفشنسي بتاعته على الخط مش زي قلب الملعب،
قفشة بيقدر ان هو يتحرك في المساحات اللي داخل الملعب بصورة افضل بكتير لما تديله واجبات على الخط وتقول له انت محتاج ترجع تدافع مع الفول باك سواء كان على الناحية اليسرى او حتى على الناحية اليمنى. لو نفتكر حتى مباراة نادي الزمالك لما خسرناها 3-1. فتاني واحد من النقط اللي احنا محتاجين نتعلمها كويس جدا جدا وبشيد بصراحة بالجهاز الفني في مباراة نادي انبي، ان لما جه اليو ديانج ينزل اتسحب عمرو السولية ولم يتم سحب واحد من الاطراف. والحاجة التانية كمان لما حبينا بقى في الاخر نسهل الامور علينا لان اي منافس هيلعبنا واحنا متقدمين عليه وباقي تلت ساعة او 25 دقيقة عمر المنافس ده ما هيخترقنا من عمق الملعب، مستحيل، مفيش حد يجرؤ انه يخترق النادي الاهلي من العمق، كله بيتجه من على الطرف عشان يسهل على نفسه مسألة الهجوم على المرة من الكرات العرضية. زي ما حضرتك تفضلت وقلت ماتش الجونة محمد نجيب جاب الهدف من نفس الشكل ستة. عاصم صلاح في ماتش البنك الاهلي عمل الكروس لكريم بامبو من الناحية اليمنى، ماتش النادي الاسماعيلي فخر الدين بن يوسف جايب الكورة من كرة رأسية من على الطرف. وبالتالي هنا أسهل حاجة لأي منافس هيلعبنا إنه يهاجمنا من الأطراف، يبقى إحنا لازم نحافظ على الـ 4-2-3-1 إن هي بتأمن، أو ننزل مدافع ثالث عملناها مرتين في ماتش الترجي، كانت ممتازة جدا في ماتش الترجي هناك في رادس لما نزل وما كانش وكان أقرب للاعب خط الوسط ثالث ولكن وبيرجع في الكرة العرضية. أنت لما بتنزل بقى واحد ثالث معاك في الكرات العرضية في آخر المباراة يقدر هنا يعمل زيادة عادية، فتبقى نسبتك في الحصول على الكرات العرضية أفضل بكتير من المنافس. وعشان كده دي واحدة من النقط اللي أنا كنت حابب أأكد عليها في التقييم بتاعك. أحمد، بكرة إن شاء الله كيف سيلعب نادي طلائع الجيش من وجهة نظرك والتشكيل الأمثل ليه؟ طبعا هنستعرض تشكيل طلائع الجيش معنا. أول حاجة طبعا هما بيلعبوا 4-3-3 تمام في حراسة المرمى. هنبص على اول حاجه طبعا محمد بسام في حراسه المرمى، الاربعه اللي ورا حسن مجدي باك رايت، احمد علاء مساك يمين، واسلام جمال مساك ناحيه الجبهه اليسرى، وعلي الفيل بيلعب باك شمال. علي الفيل أصلاً كان بيتجوز امبارح هيلعب بكره، فهو غالبا هيدخل القائمه، لو ما دخلش هيدخل خالد سطوحي اوكي مكانه. لكن حته الباك الشمال علي الفيل دي عامله له مشكله، عامله له ازمه في دماغ كابتن عبد الحميد بسيوني في المباراه الاخيره، حتى هو راح مغير في ما بين الشوطين وودى جاب احمد زولا ناحيه باك الشمال فعملت له ازمه فدي اعتقد ان دي الثغره اللي نقدر نستغلها بكره. خسر 4 بسبب برضو التغييره دي، فانت تقدر تقدر ان انت تستغل الجبهه اليسرى لفريق طلائع الجيش بكره مهمه جدا. نيجي بقى للثلاثه المهمين قوي اللي في وسط الملعب بنفس الشكل ده، كلنا طبعا متوقعين ان مهند لاشين هو اللاعب البوكس تو بوكس هو اللي بيزيد، كابتن عبد الحميد بسيوني لا بيلعب بمهند لاشين قدام الاثنين المساكين عشان كورته حلوه بينزل يسقط عشان يعمل تمرير طولي، والاثنين اللي قدامه السيسي ومصطفى جمال، الاثنين دول تحديدا نكمل بس الاول طريقه اللعب برضو، احمد سمير جناح يمين وناصر منسي ناحيه الشمال وعمرو جمال بيلعب كراس حربه. ايوه تمام. نيجي نبص لميزه طلائع الجيش طبعا، ادي اهو نكمل بقيه التشكيله برضو اهو، احمد سمير وناصر منسي وعمرو جمال. توظيفه لناصر منسي اللي هو في الاصل اصلا راس حربه، بيفكرني كده يعني ايه بمنزوكيتش مثلا لما كان بيلعب كراس حربه ويجي يلعب طبعا مع الفارق يعني، وفخر الدين بن يوسف بن يوسف برده نفس الفكره ان انت بتستغله ليه عشان هو بيتحول دايما. يعني لو جبنا بقى الاسهم هنا هنلاقي ان ناصر منسي دايما بيخش كمهاجم تاني جنب عمرو جمال دايما. مش اقوى حاجه في فرقه طلائع الجيش او فكر كابتن عبد الحميد بسيوني تحديدا، اهم حاجه عنده الكره الثانيه، اهم حاجه عنده الكره الثانيه اللي هي ايه للثلاثه الارتكاز. هتلاقي الاثنين دول مصطفى جمال وعمر السيسي لو جبنا مثلا الاثنين الارتكاز بتوعنا ولنفترض مثلا اليو ديانج وحمدي فتحي، هتلاقي معمول عليهم مان تو مان بالشكل ده على طول طول المباراه، هو محفظهم كده، هو طريقته مان تو مان رقابه رجل لرجل طول الماتش. فانت وطبعا معمول عليك ضغط عالي، فازاي انت هتتخلص من الضغط ده؟ مهم جدا ان انت تجمع الكوره وان انت تتحول. لما لعبنا في المباراه الاخيره بسرعه تحول من الحاله الدفاعيه للحاله الهجوميه ولعبنا من خلال لمسه واحده، عملنا احلى ماتش واحلى كوره في الشوط الاول. ده المطلوب بكره، ان انت تلعب لعبك، تلعب من لمسه واحده عشان ميزه كابتن عبد الحميد بسيوني في الضغط في وسط الملعب. ولكن وطبعا تحولات ناصر ماهر، تحولات كذلك برضو الناحيه الثانيه احمد سمير
نفس الكلام، احمد سمير بيخش للعمق وبيشوط، عنده الشوطه اللي هي الار 2 على طول. ناصر منسي بيكمل جنب عمرو جمال كمهاجم تاني، عشان المفروض ان الباك ليفت كان بيطير، ولكن هو عنده مشاكل في الجبهه اليسرى. حسن مجدي مميز جدا ان هو بيتقدم وبيعمل العرضيات، لكن خطوره طلاع الجيش بشوفها في وسط ملعبهم، وسط ملعب قوي جدا، بيشتغلوا بدني كتير جدا. اقوي هي المباراه شايفها بكره بدني، صراع بدني من الدرجه الاولى اكتر من فني. هو صراع لان طلاع الجيش ميزتهم بدنيا، فعشان كده لازم تحسم المباراه من بدري. دايما لما بتسجل هدف وتامنه بهدف تاني، يعني كريم كان بيتكلم برضو في حته ان هو التغيير بتاعه الارتكاز الثالث، انا رايي كمان لما انت بتجيب هدف وبتسجل وبتامنه بهدف تاني بترتاح كتير جدا، بتقلل الضغط كتير جدا. يعني انت ممكن تاجل التغيير، هو حتى لو عايز يدفع بثلاثه ارتكاز مثلا ياجل التغييره دي شويه لما يجيب هدف تاني. لا وكمان عايز اثبت كلامك يا احمد كابتن اسلام، في نفتكر ماتشين، ماتش سموحه وماتش انبي بتاع الدور الاول، لما النادي الاهلي قدر في الشوط الاول يجيب ثلاث اهداف اول 10 دقائق مش في الشوط الاول. هنا انا في وجهه نظري برضو حته معنويه، انا لما بقول للعيبه بتاعتي بصوا احنا الشوط الاول ده عايزين فعلا نطلع كل اسلحتنا ضد المنافس بحيث نخرج منه كسبان 2-0، انا هنا بقلل من الضغط اللي عليك انت في الشوط الثاني. يعني انت ممكن في الشوط الثاني تريح شويه، تشم نفسك شويه، ليه؟ ما عندك نتيجه موقفاك، وكمان باستخدام البدلاء، وانك كمان اكيد طبعا منافس مغلوب 2-0 فاكيد هيبذل مجهود بدني اكتر الشوط الثاني وهيفتح مساحاته، فعندي نسبه ان انا اكسب اجيب هدف ثالث. فهي المعادله هي بالظبط عامله زي الدومينو، انت بتوقع كارت والكارت بيوقع كارت والكارت بيوقع كارت وهكذا. انا في وجهه نظري بكره محتاجين نطبق الشكل ده، وبرضه لما نروح نشوف الفيديوهات ورينا بقى الفيديوهات كريم، نبدا بثلاث حالات فنيه انت عايز تستعرض. نشوف بقى اللي ممكن نروح للفيديوهات، نطلع من الخريطه خالص تمام، نجيب الفيديوهات ونبدا كده بفلاش باك لمباراه مباراه الدور الاول، ونشوف نادي طلائع الجيش طبعا كان هو تقدم بهدف، ودي طبعا اخطر حاجه في طلائع الجيش، نتكلم على الكرات الثابته، ولازم نخلي بالنا احمد سمير واحد من افضل اللاعبين السنه دي في الحته دي مع عمرو الحلواني، بصراحه عايز اشيد بالاثنين دول، احمد سمير وعمرو الحلواني السنه دي في الضربات الثابته والكرات العرضيه بصراحه كانوا مميزين جدا جدا جدا. ايوه اتفضل. احنا بقى بالتكمله الكلام اللي قاله ثابت، هو كلام مهم جدا، واحده من الاسلحه اللي كانت عندنا في الدور الاول هو الكرات العرضيه، خصوصا طلائع الجيش فعلا كان فريق صعب قوي 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 اختراقه من العمق، فنجحنا من ايه؟ نجحنا من الكرات العرضيه، ده كان هدف، ودي كان الهدف الثاني اللي جه في الدقيقه 91 بالتكمله، ونشوف هذا الكم من لعيبه النادي الاهلي، فده كان سريعا فلاش باك للمباراه الدور الاول. تعال بقى يا كابتن اسلام نشوف البيلدنج اب وتحضير الكوره عند نادي طلائع الجيش ونبص. طيب اتفضل. نادي طلائع الجيش وهو بيتحرك، تعالوا كده نبص على الاثنين دول عملوا ايه. واحد فتح الجبهه اليسرى وعمل استريتش للملعب، وواحد راح عمل استريتش للملعب في الناحيه الاخرى. تاني واحد بيفتح الملعب على الشمال، وواحد بيفتح الملعب على اليمين. ليه؟ الكابتن احب السيوني من المديرين الفنيين اللي بيعتمد على الكره على الارض في بناء اللعب، هو عايز برضه نفس الفكره يسحب المنافس عشان يشد اكبر عدد من اللاعبين ويلعب الكرات الطوليه. نكمل اللعبه ونشوف ازاي نادي طلائع الجيش كان بيحاول يسحبنا لنص ملعبه وبيبدا يلعب البيلدنج اب بتاعه. اول ما الفريق بيبدا يعمل البيلدنج اب ده على طول بينزل مهند لاشين او احمد سمير عشان يستلم الكوره من المساكين او الفول باكس اللي ورا، فاللعبه واضحه جدا 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 هو سيستم الفريق بيلعب بيه. في الشكل ده احنا محتاجين لازم نعمل الضغط العالي. انا جبت الحاله دي ليه؟ لان الحاله دي احنا ما عملناش ضغط عالي، وعشان كده الكوره هتفضل في رجل لعيبه طلائع الجيش لزمن اكتر عدى ال 40. خلي بالك يا كريم في النقطه دي تحديدا، انا مش هقدر اعمل ضغط عليه على طول. نعم. بمعنى مش هقدر اعمل ضغط عالي كنادي اهلي، مش هقدر اعمل ضغط عالي على البدني طبعا طبعا، لانه طبعًا انت عارف الضغط العالي ده بيحتاج بس انا عامله الشوط الاول. انت لو انا مش عملت الشوط الاول وانا لسه في كامل لياقتي البدنيه، انا هنا باخد المبادره، والمبادره كابتن اسلام في المباريات دي مهمه جدا. ليه؟ لان
انت فعلا في سيناريو ماتش جونه وسيناريو البنك الاهلي وسيناريو ماتش الاسماعيلي انت كنت تفقد اللياقه بتاعتك طبيعي انك مضغوط عصبيا وذهنيا والنتيجه ضدك فانت بتقعد تطلع الباور الزياده بتاعك في الاخر. لا انا عايز اعكس، انا عايز اطلع الباور بتاعي في الاول وابدا يكون في افشنسي زي ماتش انبي وماتش سموحه فاكمل اللعبه ونشوف طلع الجيش هيقعد يمرر الكوره بس هنا عنده مساحه كبيره جدا 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 من التمرير في نص ملعب هويا فريق بيحب يلعب التمريرات لغايه لما تتسحب انت وتبدا يلعب لك الكرات. كل ده لسه نادي طلاع الجيش مكمل بيه اللعبه بتاعته وطول ما احنا سايبين له المساحه على طول المساحه بتاعت التمرير هنا كابتن اسلام اتفتحت. عشان كده هذه النقطه انا اشوف كان لازم نضغط في بتكلم في اللعبه دي بالذات لازم نضغط ونمنعه انه يوصل. هو وانس نوصل اهو هيقدر يفتح الجاب او او الفجوه اللي هو عايزها وبالتالي البيلدنج اب بتاعه فعلا نجح وقدر يعمل هجمه على مرمى النادي الاهلي. تعال بقى نشوف لقطه النادي الاهلي عمل ضغط عالي على طلائع الجيش عملوا ايه. النادي الاهلي الهجمه معاه نادي طلائع الجيش خطف الكرة على طول هنا لعيبه النادي الاهلي بداوا يضغطوا على لعيبه طلائع الجيش عشان يمنعوهم من الكرات. نشوف تعامل طلائع نادي طلائع الجيش بالكوره ونعمل مقارنه ما بينها وما بين اللعبه اللي انا كنت جايبها قبليها. هنا صعب جدا جدا هو يعمل نفس الشكل، اللعيبه بتحاول تلاقي الفجوه على طول اللعيبه عماله تضغط. ونبص هنا انا عايز برضو نقف هنا عشان نشوف لعيبه النادي الاهلي عاملين المثلثات والمستطيل على لعيبه نادي طلائع الجيش مفيش اي مساحه لتمرير الكره. ونسبه ان النادي الاهلي يستعيد الكره بسرعه من ان نسبه نادي طلائع الجيش يتحول بالكره لنص ملعب النادي الاهلي اعلى بكتير، وبالتالي قدر النادي الاهلي ان هو يخطف الكره ويعمل هجمه. تاني نشوف الكره مع النادي الاهلي، الكره تروح نادي طلائع الجيش يحاول يعمل الهجمه او يحضر التحضير بتاعه. لعيبه النادي الاهلي هيبداوا يعملوا شكل مختلف خالص عن اللي شفناه في اول لعبه، اضغط وامنعه ان هو يطلع بالكوره على طول هتلاقي النادي الاهلي بيستعيد الكوره بسرعه. فانا شايف المثل في الكورتين الاخيرتين دول هو اللي احنا عايزين يجب ان يتم تطبيقه ان شاء الله يتم تطبيقه عن المثل اللي انا جبته في اللقطه الاولى. في مثل اقرب او اكثر اريحيه، نعم، ان انا ممكن اقرب المسافات من بعض، بمعنى ان انا لما احس ان انا تعبان كفريق الفريق كله بيرجع يلعب في 30 40 ياردة في نص ملعبه اكتر يعني في تلت ملعبه ويعتمد على ده في حاله التعب، لان في الفتره دي فعلا ممكن تلاقي التعب واضح جدا على وطبعا الحاجات اللي انا جايبها يا كابتن اسلام وكمان كلامي لا انا بتكلم فكره ثانيه يعني انا بتكلم على الشوط الاول طبعا انا بتكلم على الشوط الاول ليه؟ لان انا بتكلم عن مبادره، دايما المبادره هي اللي بتريح الناس الثابت، المبادره هي بتريحنا انا كلعيبه وجمهور وكمان اللعيبه نفسها حاسه بالجمهور لان اللعيبه مثلا احنا النادي الاسماعيلي احرز فينا هدف التعادل في الدقيقه 64 كان معانا وقت وفعلا احنا عملنا كم هائل من الهجمات والامانه ربنا سبحانه وتعالى ما كانش كاتب لنا بالظبط محسن دي بصراحه تؤكد لك انا دخلت وطلعت لا مستحيل مستحيل وانفراد طاهر برضه لا صلاح محسن دي مستحيله دي راحت جون كلنا شايفينها كلنا نطينا يعني كلنا مش كاتب خبطنا مفيش مشكله بس طيب اتفضل يا احمد انت عندك اربع حالات الحالات الاولانيين هنتكلم من الاول على كمل بس الفيديوهات اول حاله معايا بسم الله الرحمن الرحيم بص حضرتك في حاجه يعني دور كده خفي لعلي معلول في المباراتين الاخيرين نقف مين اللي بيلعب الكره ديت علي معلول ده الهدف اللي جه في شباك النادي الاسماعيلي هنا ده الباك تحوله لحاجه اسمها ليفت فولس باك يعني ايه يعني الباك بيتحول ك لاعب ارتكاز اثناء بناء الهجمه فده هل ده دور تعليمات من موسيماني ولا براعه من معلول ده اللي احنا يعني مش ما نقدرش بس في كلا الحالتين الاثنين كويسين سواء تعليمات من موسيماني او براعه لاعب شخصيه لاعب من علي معلول طبعا بيعمل التمرير الطولي اكثر من رائع لقفشه اللي بيتحرك دايما ناحيه اليمين مثلا بيلعبها ليه محمد شريف سجل هدف هل الكوره دي جت صدفه لا الكوره دي مش صدفه عشان كده قلت لحضرتك لو كملنا برده الحاله الثانيه هنلاقي نفس اللعبه في المباراه الاخيره اهي برده اكرم توفيق بيلعب بنكمل لعمرو السوليه بص لما بنلعب من لمسه واحده بيبقى شكلنا عامل ازاي بص مين ده اللي بيعمل الكوره دي ده علي معلول برضو نعمل عليه السبوت هو نفس اللعبه بالظبط
المفروض علي معلول يبقى على الطرف. علي معلول جاي هنا تحول ليه فولس باك وبيعمل التمريره الطوليه قدام اهو. نكمل هنلاقيه بيعمل التمريره الطوليه لمين؟ لقفشه اللي متحرك برده ناحيه الجبهه اليمين ليه بواليا اللي بيقطع. طبعا بواليا قطع حلو جدا ولكن ما كانش فيه توفيق في نهايه الفرصه. فالكوره دي متكرره وواضح ان هي قد تكون تعليمات من موسيماني ان معلول بيغطي بيخش كارتكاز ثالث اثناء بناء الهجمه او براعه برده او شخصيه قائد من علي معلول نجم كبير جدا. نعم. دي اول حالتين طبعا ده عن النادي الاهلي. في حاجة مهمة جدا في مباراة بكرة واخطر حاجة علينا الضربات الثابتة زي ما كريم قال في الضربات الركنية كمان ناصر منسي. ناصر منسي في مباراة سموحة عمل واحدة براسه في القائم حاجة يعني. بص ده الهدف طبعا اللي دخل فينا في شباك ان في نهاية كاس مصر. الكرة هي اتلعبت ناصر منسي اتحرك يعني سرق المدافعين وراح حاططها براسه. هو مميز قوي بالالتحامات الهوائية. فمهم جدا 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 ان احنا لازم مين اللي هيمسك بكرة ناصر منسي في غياب بدر بنون. نعم. ده السؤال يعني لازم بكرة لازم نسأل سؤال يعني لنفسنا النهاردة مين اللي هيمسك بكرة ناصر منسي. لازم موسيماني يكون محدد اللي هيراقب ناصر منسي مين في الألعاب ولازم يتعمل عليه مان تو مان ناصر منسي وعمر جمال. ناصر منسي لو فعلا لو بدأ المباراة بكرة حتى ايفن اللي هو على الفورميشن على الطرف اكيد مليون في المية. لا 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 هو ما ده لوحده تلاقيه بيخش لجوه. هو مع يعني هو غالبا مليون المية هو هيبدأ يعني لأن هو برضه ناصر منسي واحد من أهم الأسلحة الموجودة في فريق طلائع الجيش. بس ما تنساش برضو يا ثابت راجع لنادي طلائع الجيش بكره عمرو مرعي. عمرو مرعي كان موقوف ماتش سموحه هو ومحمد ناصر طبعا خلصوا الايقاف وهيرجعوا في ماتش بكره. نكمل برضو الحاله دي الحاله الثالثه. الحاله الرابعه بقى بكذا حاله في بعض بتبين الضغط في وسط الملعب اللي هم بيعملوه ودي يعني تعتبر بشوفها يعني اخطر حاجه في الفرقه عندهم. بص نكمل ادي بناء الهجمه عندنا اهو. بص 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 الكرة أول ما هتتقطع فين؟ هتتقطع في وسط الملعب. نرجع ثواني. أهو. ده كان في بداية المباراة عملوا علينا ضغط. عملوا علينا ضغط بس. أول الماتش بسم الله الرحمن الرحيم. أهي الكرة اتقطعت في وسط الملعب وارتدت ليهم. تمام؟ الحالة الثانية والثالثة، الثالثة بقى أحلى واحدة فيهم. يعني شوف الثانية نكمل برضو اللعبة الثانية أهي. بص الضغط اللي هم عاملينه. هو تعليماته ليهم ان هو عايز يقطع الكره دايما استعادة الكره الثانيه الضغط في وسط الملعب. دي ميزه طلائع الجيش. عشان كده احنا لازم بكره نلعب من ايه؟ من لمسه واحده. لعبنا لما لعبنا في المباراه اللي فاتت من لمسه واحده كان شكلنا حلو جدا. الكره دي قطعوا فيها الكره وده بقى هنا تحوله بسرعه ليه من الحاله الدفاعيه للحاله الهجوميه. بص اهي نفس الكره برده في بناء الهجمه في ضغط في وسط الملعب. بص بيجري عليك ازاي بيمنعك ان انت تبني الهجمه. كمل بص ادي الكره اهي وخدها والمسافات قريبه. بص 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 اول ما اتقطعت احمد سمير قاطع فين؟ قاطع في المساحه اللي ما بين المساك والباك. دي مهمه جدا يعني دي مهمه جدا ان احنا نركز عليها بكره ان هو قطع في المساحه ما بين المساك الايسر والباك الايسر. بص اتلعبت عمرو جمال قطع لاحمد سمير وطبعا الشناوي شال الكره دي. فالكره دي مهمه جدا ان هو قطع الكره في وسط الملعب وبعدين يتحولوا برده نفس الجمله اهي. هنقف قطع الكره في وسط الملعب. نكمل سرعه التحول برده من الحاله الدفاعيه للحاله الهجوميه. بص بص الضغط اللي في وسط الملعب. عشان كده بقول لحضرتك بكره المباراه صراع بدني اكتر من فني. بكره المباراه بص وأنا أعتبر بص الضغط في وسط الملعب مش هيغير التكتيك بتاعه. بيضغط وبيتحول من الحاله الدفاعيه للحاله الهجوميه. كل الكور ان هو بيضغط في وسط الملعب ويحاول ان هو يتحول من الحاله الدفاعيه للحاله الهجوميه. عموما هنشوف بكره كيف ستسير هذه المباراه. انا بشكركم شكرا جزيلا كريم سعيد واحمد ثابت. انا بشكركم دايما بنشوف حاجات جميله جدا بتعملوها لنا. شكرا جزيلا كريم وشكرا جزيلا يا احمد. بكره ان شاء الله هيكون مع حضراتكم على الهواء مباشره قبل المباراه بساعتين كابتن ايمن شوقي ونجوم التحليل الكبار اللي هيكونوا متواجدين مع حضراتكم لتحليل هذه المباراه ساعتين ما قبل المباراه وساعتين ما بعد المباراه. انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا. ان شاء الله التقي مع حضراتكم يوم الاربعاء القادم وحلقه جديده من البيت الكبير.